فاتح يا كل أمانينا، فاتح يا لحد أغانينا، فاتح يا كل أمانينا، فاتح يا لحد أغانينا، أمنا وسلاما أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا، أمنا وسلاما أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا، أقدم 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 وانشر عدلك فينا. جرار سابح فاتح يا ذا العقل الراجح، في جيش جرار سابح، خط تفكر أنت الرابح، أقدم وانشر عدلك فينا، أقدم 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 وانشر عدلك فينا، خلصنا من ظلم طال، حقق آمال الأجيال، خلصنا من ظلم طال، حقق آمال الأجيال، فاتح يا بطل الأبطال، أقدم وانشر عدلك فينا، فاتح يا بطل الأبطال، أقدم وانشر عدلك فينا، أقدم 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 وانشر عدلك فينا، خلصنا من ظلم طال، حقق آمال الأجيال، فاتح يا بطل الأبطال، أقدم وانشر عدلك فينا، فاتح يا بطل الأبطال، أقدم وانشر عدلك فينا، أقدم 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 وانشر عدلك فينا. كان الظلم يخيم على القسطنطينية، تلك المدينة المحصنة منيعة الأسوار، فأراد السلطان العثماني المسلم مراد الثاني أن يفتحها لينقذ أهلها من ظلم حاكمها الإمبراطور وقسوته وبطشه، فحاصرها لكنه لم يستطع فتحها، حتى جاء ولده محمد الثاني ففتحها وحقق البشارة النبوية الكريمة: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. قادم. أنت قف مكانك. ماذا تفعل هنا؟ تقدم إن استطعت. هيا، لن تنجو مني. وأنت؟ لا سأقتلك سأقتلك. قتلت، سأنتقم منك. أه.
أين كنت؟ بدأت أشعر بالنعاس. وماذا سيحدث لو نمت؟ ها؟ أتقصد مع وجود هذه الأسوار العالية؟ نعم، ولا أرى ضرورة لحراسة المدينة بعد ذلك. لم أتوقع عودتك بهذه السرعة، هل أنهيت مهمتك؟ نعم. وماذا سيفعل السلطان محمد بالعينة؟ هذا من شأنه هو، قمنا بواجبنا. هيا هيا. ظلت القسطنطينية تعاني الضعف والركود، ولم تعد السفن تأتي إليها، فانهارت تجارتها. حاكمها الإمبراطور قسطنطين لم يعد يهتم بالناس، كان كل همه أن يجمع الضرائب منهم بالقوة عن طريق جنوده الذين لا يعرفون الرحمة. فانتشر الفقراء والمتسولون في طرقاتها. يوركو، كيف حالك؟ من خريستو، أهلا بك. الأرفف خالية من البضائع، ما الأمر؟ تتحدث وكأنك لا تعرف شيئا، ومن لا يفعل لا يصيد ذبابة هنا. أحسنت إكسي. الضرائب السنة جيدة، كنت أتوقع أن تكون أفضل. ضاعف الضريبة عليهم. سيدي، لقد أخذنا كل الأموال من الناس، لم نبق شيئا. بما أن الأموال قد جمعت، حان الوقت لبناء قصرنا العظيم. استعد لوضع الأساس غدا. الأمر صعب، من أين العبيد؟ كيف سنتصرف؟ كنت أتوسم فيك الذكاء. ألا ترى أولئك المتسكعين في طرقات القسطنطينية؟ أليسوا عبيدا لنا؟ ألست مستشاري؟ سامحني يا مولاي، سامحني، لقد أخطأت وسوف أنفذ الأوامر بدقة. أنا خادمك المطيع، سامحني. انهض يا إليكسي، ابدأ العمل ولا تتعجل، فأنا أريده قصرا يليق بالإمبراطورية. Oh!
اسمعوا جيدا، عليكم دفع الضرائب لمن أراد أن يعيش في هذه المدينة. ألم تفكروا كيف استطاع الإمبراطور وجيشه حمايتكم؟ من الخير لكم أن تدفعوها بأنفسكم، وإلا فسوف نأخذها منكم عنوة وستكون قيمتها مضاعفة. وعلى الجانب الآخر من بحر مرمرة كان الناس يعيشون آمنين مطمئنين في ظل حكم السلطان مراد الثاني، ذلك الحاكم المسلم العادل الذي سمع بما يدور في أراضي القسطنطينية من ظلم وفساد، وكثيرا ما دعا الله عز وجل أن يعينه لرفع الظلم عن أهلها ونشر العدل والإسلام فيها. السلام عليكما. وعليك السلام ورحمة الله. لقد أنهيت مراجعة الكتاب. إذن أنت لم تنم هذه الليلة؟ لا بل نمت واستيقظت مبكرا هذا الصباح. عفوا، هل تأذن لي بأخذ كتاب آخر؟ بالطبع يا محمد، يمكنك. جزاك الله خيرا. أرى يا سيدي أن محمدا نسي السيف والفروسية وصار مولعا بالكتب. لا تخف على محمد، قراءة الكتب لا تنسي المرأة السيف والفروسية. سلام الله عليكما. وعليكم السلام. ندعو لمولانا بالصحة. كيف حالكما وما أخبار دراسة ولدنا محمد؟ كنا نتحدث عن اهتمام محمد بالكتاب والسيف يا مولاي. ما دام الأمر هكذا اتبعاني، لأنني سأعلن أمرا هاما للناس. سوف أبلغكم بقرار لعله أهم قرار اتخذته في حياتي كلها. فكرت طويلا قبل اتخاذه. بقاء دولتنا مرتبط به، وأنا مؤمن بأنه القرار الصحيح. قررت ترك عرشي منذ اللحظة لولدي محمد، فقد أتعبتني مشاغل هذه الدنيا التي لا تنتهي، ولا بد لي من الراحة والتفرغ للعبادة. عليكم الوقوف إلى جانبه ومساعدة ولدي بكل الوسائل الممكنة. السمع والطاعة أيها السلطان. أعلن الخبر لجميع الناس. سلمه السيف والعرش ورايات المجد ليواصل نحو القمة ويحفظ العهد. من كان يخطر بباله أن السلطان مراد سوف يتخذ قرارا كهذا القرار؟ ندعو الله أن يكون في صالح الأمة. كيف يترك هذا القائد الخبير عرشه لطفل ليست لديه خبرة في شؤون الدولة؟ إنني أحذركم، فالعدو لكم بالمرصاد، فلتحذروا. وما هي الحكمة من هذا القرار؟ حسنا، سننتظر ونرى ماذا سيحدث فيما بعد. أتمنى أن يظل السلطان على عرشه، كان خيرا لنا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. لابد أنكم سمعتم نبأ تسلم السلطان محمد العرش من والده. هل لأحدكم سؤال؟ هل يقدر على تولي أمور المسلمين يا أستاذنا؟ أنا أعرفه جيدا، فهو تلميذي وهو ذكي قوي العزيمة، ولو ساعدناه فسوف يملأ مكانك في فترة وجيزة جدا. أستاذ أقشمس الدين،
أنت تفكر بهذه الطريقة، لكن العدو لن يفكر بها ولن يفوت فرصة لمهاجمتنا. متى يبدأ الهجوم؟ مضت أعوام عديدة ولم يتحد فيها الصليبيون. لقد هزمنا أمام سلطان مراد، وهذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي. علينا الاستعداد، فقد أصبح السلطان كبير السن، وربما نسمع خبر موته قريبا. سيدي، جاء رسول يقول إن السلطان مراد قد تخلى عن عرشه لابنه محمد. رائع رائع، نستطيع القول إن السلطان مراد قد مات. أرأيتم؟ لقد كان ظني في محله، وعلينا الآن أن نستعد للقضاء على العثمانيين وإبادتهم وتوحيد الصليبيين. أيها السلطان محمد، كلنا نؤيدك في رجوع السلطان مراد ثانية لقيادة الجيش، لأننا نتعرض للخطر. إذن فالكل يؤيد هذه الفكرة، والكل يتفق معي على أنه ليس من حق أحد أن يعرض دولتنا للخطر. ماذا أفعل حتى أقنع والد السلطان مراد بالعودة إلى قيادة الجيش؟ حسناً، أين الكاتب؟ تابع الكتابة. وبعد، سبق وأن دعوناكم لرئاسة الدولة وقيادة جيشها، ونكرر الدعوة بإلحاح شديد، فالأمر جد خطير. وأقول لك، إن كنت أنت السلطان فتعال وقف على قيادة جيشك ورئاسة دولتك، وإن كنت أنا السلطان فإني أمرك بالحضور على الفور لقيادة الجيش. لقد حاصرني ولدي محمد هذه المرة، وما علي إلا أن أطيعه. واستعد المسلمون للقاء أعدائهم. وانطلقت الجيوش لإعلاء كلمة الله. وسارت الجحافل تقطع البلاد لنشر كلمة الله ودحر أعدائه. يا خيرة الفرسان، يا أشجع الشجعان، عدوكم مخادع وماكر جبان، حصونه ضعيفة وجيشه مهزوم، والشعب زاد ظلمه والظلم لا يدوم، حصونه ضعيفة وجيشه مهزوم، والشعب زاد ظلمه والظلم لا يدوم، هيا انهضوا وحققوا للشعب ما يريد، تقدموا يا إخوتي وحرروا العبيد، هيا انهضوا وحققوا للشعب ما يريد، تقدموا يا إخوتي وحرروا العبيد. بهزيمة الصليبيين وانتصار المسلمين. بعد هذه المعركة واصل السلطان مراد انتصاراته على الصليبيين حتى توفاه الله. حينها كان السلطان محمد شابا يافعا قويا ذكيا، فجلس على عرش الدولة للمرة الثانية.
أرجو أن لا تنسوا والدي السلطان مراد رحمه الله من دعواتكم، فقد قضى مجاهدا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه يا ارحم الراحمين. ايها القادة، لقد كنتم خير عون لوالدي رحمه الله، فانتم اركان الدولة العثمانية الصادقون. يا أصدقائي الأعزاء، لست بحاجة لأن أبين لكم، فكلنا نعرف كيف أصبحنا أهلا لهذه الدولة العظيمة، وكيف أصبحنا أهلا لهذا البلد العريق. لقد خضنا المعارك الضارية وعشنا فيها لحظات الشدة والعسرة، وهكذا ورث أجدادنا هذا البلد لآبائنا، وورثه الآباء لنا وجعلوه أمانة في أعناقنا، فعلينا إذن أن نعرف الخطأ من الصواب، وعلينا أن نعرف الواجب الملقى على عاتقنا. وللعلم، فليس من الصواب بأي حال أبداً أن نعرف متى يغير علينا عدونا، بل أن نفكر ونتحرك قبل عدونا وبتخطيط حتى لا نؤخذ على حين غرة. ولنشد الهمة لإعلاء كلمة الله ونشرها في البلاد، وإني لأسأل الله بعزته أن يسعفني بتحقيق حلم والدي، وعلينا أن نعمل جاهدين لإعلاء كلمة الله ونشر دين الحق بعزيمة صادقة وقلب ثابت. وتذكروه، وما النصر إلا من عند الله. انتبهي حقا. معذرة يا مولاي، لقد كنت أحاول قص الظفر الزائد. هيا انصرفي ودعيني. تقول الظفر الزائد؟ سيدي سيدي. مولاي أيها الإمبراطور. أليكسي، كيف تدخل علي هكذا دون استئذان؟ تكلم. عفوا سأتكلم. هيا أخبرني، أخبار سيئة أم مفرحة؟ ألا تقرأ الخبر مولاي من ملامح وجهي؟ كأنك تحمل أخبارا سارة يا أليكسي، هيا أسرع وقلها لي إذن. متى الذئب العجوز يا مولاي؟ أي ذئب؟ أعني السلطان مراد. ماذا؟ حقا؟ خبر رائع. نعم، لقد كان ذئبا وعجوزا. وماذا أيضا؟ هل جلس ابنه محمد على عرشه؟ نعم، جلس الطفل. ربما لم يعد طفلا. لو كنت أخبرتني بموت محمد لفرحت أكثر، فقد أصبح مراد طاعنا في السن. أعتقد أن محمدا سوف يجرب الآن ما جربه والده السلطان مراد من قبل عندما كان عمره 18 عاما، وسوف يعود بجيشه مهزوما. ولكن ماذا حدث حينها يا ترى؟ لقد حاصر القسطنطينية 50 يوما. أنا سيتي. اطمئن يا مولاي، لقد مات العجوز وولده محمد لا يزال طفلا. هذا لا يهم. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، اجلسا. لا
لدي أخبار سارة يا خرزدادة، لقد أصبحت بستانيا في القصر. سوف يكون الإمبراطور سعيدا ببستانه، يعين بستانيا ولا يعرف أنه ضابط عثماني. قلعة جانك المحررة قوية علاقتها بالبندقية. قبل قليل كنا نتحدث عن هذا الموضوع. وكذلك سفنهم تروح وتجيء إلى المرافئ بحرية تامة. لقد تزايد مرور السفراء إلى بلاد الصر، وكثرت الوفود المحملة بالهدايا إليها، ونحن لا نعرف سبب ذلك بالضبط يا بهادر. السبب أنهم من أتباع المذهب الأرثوذكسي. سنقابل السلطان يوم الجمعة. نعم، يجب جمع الأخبار. يا مرجلي، هل تقوم بهذه المهمة؟ زغنوش باشا، ما رأيك بما يجري؟ ألا ترى بأن هناك أمورا متناقضة تدور في الساحة، وأن الأخبار التي تصل إلينا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار؟ إن الأخبار التي حدثنا بها سليمان لها أهمية كبيرة، فأهل القسطنطينية مشغولون بتعمير أسوارها دون نوم أو راحة، وكل الأخبار تدل على شيء واحد، هو أن الأعداء يعملون على تنظيم جيش صليبي موحد، وأن أهل القسطنطينية مشغولون بهمومهم. أيها السلطان، أهل القسطنطينية لا يستطيعون أن يعرفوا ماذا يمكن أن تفعل. يا رئيس الوزراء خليل باشا، خذوا شيخي آق شمس الدين وأكرموه. أمرك. إياكم أن تتركوه ينتظر في الخارج، فهذا يزعجني. وبعد يا سليمان، أخبرني ماذا قال خرزدادة؟ الإمبراطور قسطنطين ينوي الزواج بإحدى قريبات ملك الصرب. إن قسطنطين يريد أن يضمن مساعدة الصرب له إن لزم الأمر. هذا مؤشر على أنه ينوي قتالنا، ما رأيك؟ تفضل يا شيخنا. شكرا لك شيخنا آق شمس الدين. أهلا 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 بك. أهلا أهلا ومرحبا. أهلا بك، شرفتنا. أهلا أهلا يا أحب الشيوخ للسلطان، أسعدتمونا. أخجلتم تواضعي يا رئيس الوزراء، شكرا، تفضل اجلس. العفو، لا تقل ذلك، السلطان يفتخر بك دائما. بارك الله فيه وفي دولته. أخبرني كيف صحتك الآن يا شيخنا، إن السلطان دائم السؤال عنك. بخير، ندعو لكم بالخير والتوفيق دائما، وأن يمتعكم الله بالنصر على أعدائكم. اللهم آمين، انصرنا يا رب. ولكن ماذا عن أخبار قوينا ديار مولانا، وعن أسكي شهر تراب، وعن بورصة صومعة شيخ أدبالي؟ إن مولانا يستفسر كثيرا عن أحوالها يا شيخنا. أخبار لا تسر، كرمان أغلو أخرج الجنود إلى سيد شهر وإلى آق شهر، ومشغول بزيادة عددهم. ألم تدرك أيها الباشا أن كل هذه المصائب كانت من تدبير قسطنطين وتخطيطه؟ فعلا أيها السلطان، أنت على حق، إذا تعاملنا بضعف مع رسوله سنخسر حتما. ليدخل رسول قسطنطين. رسول قسطنطين. مولاي، انهض، إنها قضية الإمبراطور والمتعلقة بعم أرها. تعلم أنه من أيام المرحوم والدي قد رفع المخصصات المفروضة فجأة إلى 300,000 قطعة ذهبية، ولا أخفي عليك فأنا لست راض عن ذلك أبدا. عمي كلما تقدمت به السن ازدادت نفقاته. قل للإمبراطور سأعيد النظر بها. انصرف. أريد إكرامية. أريد إكرامية. أريد إكرامية.
هذا الصوت أيها الباشا؟ سأعرف حالا يا مولاي، اطمئن. الحملون يريدون إكرامية. اطمئن يا مولاي، لا شيء، إنه صوت الحمالين يريدون إكرامية بمناسبة جلوسك على العرش. وهل تطلب الإكرامية بهذه الطريقة؟ قل لهم أن ينصرفوا بسرعة. إكرامية، لا تصرفوا، اهدى الجميع، لقد أزعجتم السلطان. نريد إكرامية. كيف لا يستجيبون لأمر رئيس الوزراء؟ كيف يتصرفون على هذا الشكل؟ إنهم مصرون على ذلك. لن أنسى لهم هذا، لن أنسى هذه الإساءة. أعطهم ما يريدون الآن واصرفهم في الحال. أرأيت يا رئيس الوزراء، الفوضى والفتن منتشرة. ما رأيك يا رئيس الوزراء؟ ما سبب ظهور هذه الفتن في كل مكان؟ هل لا أخبرتني؟ أنت أعلم بهذا أيها السلطان. هل السبب برأيك هو تنازلي عن العرش عندما كنت صبيا؟ أم أنني لا أصلح للحكم؟ كلا مولاي، حاشاك. يا رئيس الوزراء، كيف يمكن أن نضع حدا لكل هذه الفتن؟ أرى يا مولاي أن نرتب هذه الفتن حسب أهميتها وخطورتها ثم نبدأ المعالجة. أقضي عمري في حل المشاكل؟ يا رئيس الوزراء، أصحاب الفتن سواء أكانوا في الداخل أم كانوا في الخارج لا ينفعهم إلا القوة. قريبا سيرون القبضة الحديدية وسترى كيف تسير الأمور حينها، ستحل المشاكل من تلقاء نفسها. يا رئيس الوزراء، اجمع لي كبار القوم وسادتهم، أريد الاجتماع بهم في أقرب وقت. سيدي، عاد الرسول الذي بعثنا به إلى كرمان أوغلو. قل لي، كيف استقبلوا رسالتنا؟ تصرف كرمان أوغلو مسبقا وبدأ السيطرة على مدن الدولة العثمانية. لقد كان صغر سن السلطان محمد وقلة خبرته موضع انتباه الجميع. صحيح. بالمناسبة، هل بعثنا برسالة ما إلى آق كوينلو؟ كلا، ابعث إليه برسالة في الحال. أذكر أننا بعثنا برسالة إلى كرمان أوغلو، أخبرني هل هناك أي أخبار من سلطان بغداد؟ كلا سيدي. والآن ما هو دورنا وهذه الأموال والممتلكات التي هي أمانة في أيدينا؟ هل نضيعها وتذهب هباء منثورا؟ كلا، لن يكون ذلك أبدا، وسوف نثبت للعالم أننا خير ذرية لخير سلف، وسوف نبين للمخطئين أخطاءهم ونريهم العقاب. إنكم ترون كيف تمكن البيزنطيون من وسط ممتلكاتنا وهم يقفون في جسمنا كالورم الخبيث، وهذا واضح لا يحتاج لدليل. ولعلكم تعرفون أنهم يخططون لشن حرب ضدنا وينتظرون الفرصة المناسبة لذلك. هل نسيتم أنهم أرسلوا ذلك المغولي المتسلط المتجبر تيمور لانك ليحرق البلاد؟
أليس هذا من تخطيطهم؟ لقد كانوا على وشك إفنائنا وطمس حضارتنا لولا إرادة الله الحكيم، وما زالوا للآن يتسلحون ويحاولون إشغالنا عن دولتنا. أما رأيتم كيف أحضروا أهل البندقية إلى مضيق قلعة جناك فاستوطنوا هناك؟ ولذلك كنت مضطرا أنا ووالدي رحمه الله للمرور من حصن الأناضول للذهاب والإياب إلى منسينا، هذا بعد أن كان الساحلان تحت إمرتنا. والآن أنا لا أخفي عليكم بأنني أفكر ببناء حصون مقابل الحصن الذي بناه جدي بايزيد في الأناضول، وسوف أجعل في هذه الحصون أماكن لنصب المدافع. بذلك ستنقلب حسابات البيزنطيين وحلفائهم رأسا على عقب، وإن كان والدي قد نوى بناء هذه الحصون فسيكون بناؤها من نصيبنا. كأنك تريد أن تقول شيئا مولاي، رغم أنك لم تقلها صراحة إلا أني أفهم أنك تنوي فتح القسطنطينية. إذا سمع الصليبيون بهذا سيقومون بمهاجمتنا، أرى أن تؤجل الأمر. نحن سنبني هذه الحصون وذلك لحماية أنفسنا، كما وأنك تعلم أننا لن نرضى عيش الذل والهوان. فإذا هجم الأعداء علينا فسوف ننتظرهم ولن ننسحب، وسنفعل كما فعل أجدادنا وبدون تردد. والآن أريد أن تجمعوا أكبر عدد ممكن من البنائين المهرة والنجارين وعمال الإنشاءات، وأن تعملوا على إحضار الأخشاب والحجارة والجس من هنا من الأناضول. أيتها القسطنطينية، أيتها القسطنطينية، يا أجمل حلم أنت. أيتها القسطنطينية، أيتها القسطنطينية، يا من في القلب سكنت. الحق بدا والعدل أتى والفجر لأجلك يأتي، الفجر لأجلك يأتي، الفجر لأجلك يأتي، الفجر لأجلك يأتي. الصلاة خير من النوم. الصلاة أصبحنا وأصبح الملك لله من النوم. أيتها القسطنطينية يا أجمل حلم أنت، أيتها القسطنطينية يا من في القلب سكنت، أيتها القسطنطينية يا أجمل حلم أنت، أيتها القسطنطينية يا من في القلب سكنت. الحق بدأ والعدل أتى والفجر لأجلك يأتي، الحق بدأ والعدل أتى والفجر لأجلك يأتي، والفجر لأجلك يأتي. الألواح الخشبية صفوها جانبا، أنتم هناك هيا أسرعوا. حضر الرسل سيدي، ماذا نفعل؟ هل نحضرهم إليك؟ إنهم عند أسفل التل هناك. حسنا فليحضروا. هذه الخيمة، فأين السلطان؟ ما الذي يحدث في هذه البلاد ولماذا تبنون هذا البناء؟ تعال سنقابله حالا. الإمبراطور قسطنطين اقتنع، تراجع، متأكد. أيها الرسل
اعلموا أن الهدف من بناء هذا الحصن كان حماية لبلادنا، وباتحادكم مع أهل المجر منعتم والدي من العبور لحصار رومي. بعملكم هذا أجبرتم والدي على طلب المساعدة من أهل جنوة. في ذلك الوقت كنت في أدرنا ودهشت. حينها أقسم والدي على أن يبني حصونا في هذه المنطقة، وأنا أجدد قسم والدي. ساحل الأناضول لي، لأن كل سكانه من المسلمين كما تعرفون، وساحل الروملي لي أنا أيضا، ولن أسمح لأي قوة أن تعترض ما سأفعله في أرضي. عندما ترجع إلى سيدك قل له بأننا نستطيع حماية حقنا في أي مكان. أسمح لك بالانصراف، اذهب، لكن إياك أن تقف أمامي ثانية وتطلب ما طلبته مني. إذا فعلتها مستقبلا فلن نكرمك أو نقدم لك اللبن وسواه، بل نعاملك معاملة الأعداء. السلطان، نحن لم نتعرف عليك إلا بشق الأنفس. هيا بنا. كان السلطان محمد مهتما بمعرفة كل ما يدور في القسطنطينية، وقد عين رجالا له فيها ينقلون إليه الأخبار باستمرار، ويجتمع بهم سرا كلما دعت الحاجة. أيها السلطان، رجالنا يحرسون الباب الآن، وقد رتبوا كل شيء وهم ينتظرون وصولنا بلهفة. أريد أن أقابل إخواننا داخل القسطنطينية وأتأكد من بعض الأمور بنفسي. سيدي، انظر، الأسوار تبدو عالية عندما تنظر إليها من البحر. حينها نتسلق نحن من اليابسة ونعبر الأسوار. صادق كما عرفناك، إن الأسوار عالية بالفعل. سكان القسطنطينية أيها السلطان يعاملون معاملة مواطني الدرجة الثانية، أما الإيطاليون والمجر فإنهم يحاولون استلام السلطة. الكاثوليك ينشطون لمحو المذهب الأرثوذكسي لأهل القسطنطينية بعد أن اتحد المذهبان. في حقيقة الأمر لم يتم الوفاق بينهما، وحينها احتج كثير من رجال الأرثوذكس. وعندما كان البطريرك الأرثوذكسي في القسطنطينية قال إنني أفضل أن أرى العمامة العثمانية على أن أرى كل صوة الكاثوليك وأغطيتهم. الأجانب يريدون استغلال الظروف الصعبة التي مر بها البيزنطيون. سنستفيد من مثيري الفتن وسنحتاج إليهم في أيام الحصار. وداعا. مع السلامة.
ما رأيك؟ رائع يا مولاي، كلما تقدمنا في البناء كلما ظهرت معالمه، سيبدو البناء عظيما حين ننتهي منه. صدقت، سيبدو البناء عظيما. هل اقتنعت يا رئيس الوزراء بأن بناء الحصن سوف ينجز في 3 أشهر؟ إن سكوتك يدل على حيرتك وعدم اقتناعك. أتعلم إنني أرجو الله أن يجعل أهل القسطنطينية يختلفون في الرأي حول إنجاز الحصن. سيدي، إن شيخكم في الخارج وبرفقته رجل بيزنطي. قلت لكم لا تدعوا شيخي ينتظر. حاضر سيدي. تفضل. تفضل. السلام عليكم أيها السلطان، أقدم لكم لاسكنيدس وهو عالم من بيزنطة. وعليكم السلام، تفضل. أهلا بشيخي وأستاذي. هذه ساعة هدية وهي من صنعه. اجلسا رجاء. كيف حالك وكيف أهل القسطنطينية؟ أما زالوا خائفين من بناء الحصن؟ ليس الناس وحدهم يا سيدي، بل إن الإمبراطور وحاشيته خائفون، والناس لم يعد لديهم ما يخافون عليه. لم يظلم أهل القسطنطينية منذ نشأتها كما ظلمهم قسطنطين، فالناس يعيشون في ضيق وشدة، أما قسطنطين فلا يقدم أدنى رعاية لأهل القسطنطينية. وقد لمست عدالتكم عن بعد، وأنا معجب جدا بها، وهذا شعور كثيرين من أهل القسطنطينية. إن عدالتنا تنطلق من إيماننا، وإنني أؤكد لك أن أبواب الدولة العثمانية مفتوحة دائما لرجال العلم والفكر والباحثين عن الأمن والعدالة. أشكرك يا مولاي، فقد أسعدني حديثك، وفي الحقيقة أنا سوف لن أرجع إلى القسطنطينية. ألديك خبرة في السباكة؟ نحن بحاجة إلى صناعة وسباكة المدافع. أنا لا أجيد السباكة يا مولاي، صديقي يجيدها، لكنه الآن في السجن. وهل هو يوافق على العمل معنا؟ أعتقد ذلك، لكن مدة سجنه طويلة. نحن سنخلصه من السجن. يا خيرة الفرسان، يا أشجع الشجعان، عدوكم خادع وماكر جبان، حصونه ضعيفة وجيشه مبزوز، والشعب زاد ظلمه والظلم لا يدوم. والآن يا شيخنا أخبرنا، كيف ترى حصننا؟ أنت تعلم بأن رأيك يهمنا كثيرا. الجهد كبير بلا شك. قبل 3 أشهر كانت هذه المنطقة صخرية جرداء وفيها بعض الشجيرات. كنت قبل قليل أفكر كيف أن الله عز وجل وهب لبني البشر هذه القوة. لقد أنشأت أيها السلطان عملا عظيما يبقى خالدا إلى يوم القيامة. نصرك الله على أعدائك. إنني أشكرك يا أستاذنا الفاضل. سلمتك سيفي يا ولدي، والعرش ورايات المجد، واصل نحو القمة بعدي، ولتحفظ يا ولدي عهدي. يا أسوار القسطنطينية البالية، يا أسوار الظلم،
سوف أهدمك بمدافعي وأمحو أثرك. لتكن قاعدتها هكذا يا مولاي. ولكن ألا تستطيع سبكها في كتلة واحدة كما هو مبين هنا؟ لتكن قاعدته منفصلة ونربطها فيما بعد يا سيدي. لكن لا تعطلوه، فقد أصاب هدفه بالتحديد. أيها السلطان أصبت، إن قطر المدفع هكذا ملائم جدا. أنا لم أسمع بمدفع قطره 8 أشبار حتى يومنا هذا يا مولاي السلطان. من الآن فصاعدا فكر في صنع مدفع أكبر من هذا. المدفع الذي قطره أكبر من هذا يمر الإنسان من خلاله. نحن نعلم ما يعنيه ذلك يا شيخ. ذلك يعني أن تكون أسوار القسطنطينية وحصونها في مرمى مدافعنا التي ستجعل أعاليها أسافلها. وضع السلطان محمد خطة محكمة لتخليص خبير صنع المدافع أوربان من سجن القسطنطينية، وأرسل رجاله لجمع المعلومات المتعلقة بالسجن تمهيدا لتنفيذ الخطة. لقد قسنا المسافة بين الخندق والسور، وقسنا عرض السور، وقسنا المسافة بين السور والسجن، ودونا جميع المقاسات بدقة فائقة يا سيدي. اطمئن. وكانت كما توقعناها. في البداية يفرش التراب الناتج عن الحفر بين الأدغال، وعند الوصول إلى رأس القناة نقوم بطرح التراب الزائد في القناة. عندها نبدأ بحفر النفق، ولا ننسى أن القياسات مهمة جدا، لأن الحجرة التي نريد الوصول إليها قليلة المساحة. لنتوقف عن الحديث الآن، تأخرنا كثيرا في السهر، هيا إلى النوم، ينتظرنا الكثير من العمل في صباح الغد. Thank you.
أيها السجين، حان وقت الطعام. حسنا. قاتله الله، كم أتمنى أن يكون هذا آخر إفطار لي في هذا السجن. ماذا؟ هل اقتربوا حقا؟ كأنهم يحفرون تحت قدمي. هذا الصوت قريب جدا، نجحوا. قربان قربان، هل تسمع هناك؟ ماذا هناك؟ نعم أسمعكم، أنتم في الاتجاه الصحيح. أوربان، ما الذي يجري في زنزانتك؟ وما هذه الأصوات؟ لماذا تضع اللوح الخشبي وسط الغرفة؟ لا شيء لا شيء، كنت منشغلا بتنظيف الغرفة يا سيدي. أخبرني ما الذي يجري؟ ابتعد. اسمع أيها الخبير أوربان، أسرع الآن ولا تضع الوقت. ابدأ بتجهيز قالب للمدفع السلطاني لنرى جميعا كيف يعمل. سأصنع المدفع السلطاني بقطر 12 شبرا. سيكون القالب عموديا، لذا نحتاج إلى منصات خشبية عالية. ارفع ارفع. ها
أيها الناس اسمعوا وعوا واعلموا بأنه حتى اليوم لم يصنع مثل هذا المدفر على وجه الأرض، وسوف تتم تجربة الرمي بعد صلاة الجمعة. نحذر السكان المجاورين للميدان من الهلاك. مولانا السلطان يأمركم بأن يعلم الحاضر منكم الغائب. يا أهالي أدرنا، إليكم أوامر مولانا السلطان. غدا وبعد صلاة الجمعة وأمام القصر سوف تجرى أول تجربة للرمي، نلفت انتباه الجميع إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة. يكفي، استعد. السلطان انتظر. أكل شيء جاهز؟ نعم يا مولاي. إذن لنتوكل على الله. استعد. واحد، اثنان، اطلق. هيا. لنبحث في الخلف، فأنا لا أصدق أن القذيفة قد قطعت كل هذه المسافة. أما أنا فلدي شعور أن القذيفة قد سقطت في هذه المنطقة. هاي، لقد عثرت على مكان القذيفة، اتبعوني. ماذا؟ لقد أحدثت حفرة عميقة، أترى؟ إذن فهذا المدفع ليس لهدم الأسوار فحسب، بل كل شيء. وإذا زاد عدد هذه المدافع فلن تكون لأسوار القسطنطينية أهمية، ولن تصمد الأسوار والتحصينات أمام هذه المدافع. تذكرون جيدا أننا قبل سنة أقسمنا على بناء حصن روميلي، وقيل حينها بأن بناء الحصن خطوة نحو السيطرة على القسطنطينية، وقد قمنا منذ ذلك اليوم بعمل الاستعدادات اللازمة دون أن نعلن عما نخطط له. لكن الأصدقاء والأعداء قد عرفوا وأدركوا أننا عازمون على إنهاء دور القسطنطينية، هذه المدينة العجوز. وقد كانت القسطنطينية دائما تثير الفتن ضدنا وتحاول إقناع الأعداء للقضاء علينا، والمنطق يا سادتي يقول بأن على المرء ألا ينتظر هجوم الأعداء، بل عليه أن يأخذ بزمام المبادرة ويتصرف قبلهم. يا أهل الخبرة والمشورة والرأي، لقد جمعتكم اليوم لأنه لم يبقى أمامنا خيار آخر، وأنا متيقن بأنكم سائرون معي على نهج واحد. لذلك أردت أن أقول لكم إن علينا دخول المعركة واحتلال القسطنطينية بدون تردد. و
وخلافا لذلك فلن نكون أهلا لهذه الدولة ولا أمناء على ممتلكاتها. أريد أن ألحق القسطنطينية بدولتنا العثمانية، فإن لم أفلح فإني أخشى أن تسقط دولتنا، فما علينا إذن إلا أن نعجل بالهجوم ولا نضيع الوقت أبدا. وأطمئنكم بأن الأعداء يشعرون بضعفهم، وقد بدأوا باللجوء إلى الدول الأوروبية لحمايتهم، فهل تعتقدون أنهم قادرون على الدفاع عنها؟ لقد حوصرت هذه المدينة وطوقت مرات ومرات، وقد حاصرها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي استشهد على أثرها. قبره شاهد قرب أسوار القسطنطينية. اللهم اجعل فتح أبواب هذه المدينة على أيدينا، واجعل الشهادة من نصيبنا يا رب العالمين. أعنا على نشر دعوة الحق ورفع راية الإسلام. أصبح الجسر جاهزاً، ابدأوا بالتحرك الآن. فاتح يا كل أمانينا، فاتح يا لحن أغانينا، فاتح يا كل أمانينا، فاتح يا لحن أغانينا. أمناً وسلاماً أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا. أمناً وسلاماً أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا. أقدم 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 وانشر عدلك فينا. هل شاهدت شيئا يلوح في الأفق؟ لا، إني لا أرى شيئا على الإطلاق يا صديقي. ماذا تفعلون هناك؟ ولماذا تغلقون الأبواب؟ ها؟ ألم تسمع الأخبار أم أنك ترغب بالحديث؟ أخبار؟ أرأيت أيها المساعد، لقد استيقظ هذا القروي المسكين الآن. مسلمون أنتم؟ وهل حسبتنا من الروم؟ لقد احتشدت جيوش السلطان في أدرنا منذ عدة أسابيع يا أخي. من أي قرية أنت يا رجل؟ من بيتري. أعتقد أنها في وسط الغابة، وليس لأهلها علم بما يجري في أرجاء العالم. وهل عدد المسلمين القادمين كبير؟ أو يكفي لاحتلال القسطنطينية 10 جنود؟ يا بيتري، لا تضع الوقت وابحث لنفسك عن باب مفتوح أيها الطيب، وإلا ستبيت ليلتك في العراء. اذهب بهذا الاتجاه وابحث عن الباب الرابع، وهو الباب المنبسط، ربما ظل مفتوحا حتى هذه اللحظة. ماذا أفعل؟ هل أخبر القرية أم أذهب؟ سأذهب. سأخبر أهل القرية أولا، ثم أبحث عن الباب.
إذا بقيت مترددا هكذا فسوف تخسر الباب وأهل القرية معا. وإذا بقينا هكذا فلن نرى السلسلة. هيا عود للعمل وتناول الخليط، فأمامنا الكثير. إذن عليك أن تعطينا الخليط. وضع جنود القسطنطينية سلاسل ضخمة من المعدن على عرض الخليج، وصاروا يتحكمون بمرور السفن، فإذا أرخوا السلاسل نزلت تحت مستوى الماء ومرت السفن من فوقها، وإذا شدوا هذه السلاسل ارتفعت عن سطح الماء ومنعت السفن من تجاوزها. اسحبوا الآن وبسرعة. إنهم قادمون قادمون قادمون. إنهم قادمون. قادمون. انظر، لا أرى شيئا في الأفق. عدوكم مخادع وماكر جبان، حصونه ضعيفة وجيشه مهزوم، والشعب زاد ظلمه والظلم لا يدوم. حصونه ضعيفة وجيشه مهزوم، والشعب زاد ظلمه والظلم لا يدوم. هيا انهضوا وحققوا للشعب ما يريد. إنهم قادمون قادمون وبعدد رهيبة. لقد جمع السلطان محمد كل طاقته للهجوم يا مولاي. لا تتكلم هكذا، لم أرك ضعيفا من قبل. مولاي الإمبراطور، أتعتقد أنني بدأت أشعر بالخوف؟ كلا يا مولاي، أنا واثق من أنهم ضعفاء أمام هذه الأسوار الضخمة مهما بلغت أعدادهم. نعم نعم، لقد صدقت، لن يصمدوا أمام أسوارنا المنيعة. فاتح يا لحد أمانينا، فاتح يا كل أمانينا، فاتح يا لحد أمانينا. أمنا وسلاما أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا. أمنا وسلاما أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا. أقدم 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 وانشر عدلك فينا. أيها القائد، أعلمني فقط بما رأيت لأن الأوامر ستكون مختصرة. اطمئن أيها السلطان، فمعنويات جيش العدو ضعيفة وجيشنا معنوياته مرتفعة وجاهز للقتال في أي لحظة ترونها مناسبة. حسناً، هل يستطيع أحد الدخول إلى القسطنطينية أو الخروج منها إلا بعد أن نعطيه الإذن بذلك؟ إذا ما رفضوا فلتكن أول طلقة مدفعية بعد صلاة فجر الغد.
وسنرى هل ستنفجر الحرب بعدها أم لا. سوف تنفجر. حسنا، أدعو الله أن يوفقك وييسر أمرك ويسدد خطاك. شكرا مولاي. مرني يا مولاي. اذهب برسالتنا إلى قسطنطين واتلها عليه. من السلطان محمد بن السلطان مراد إلى إمبراطور القسطنطينية: أولا، إذا سلمتم المدينة دون قتال فلن تكون هناك أي أضرار أو خسائر في الأموال أو الأرواح، وعلى عكس ذلك فعلم أننا قادمون وأن جيشنا سيهاجمكم. ثانيا، وعلم أنني بعثت إليك بمحمود باشا ومعه الصلاحية الكاملة للتفاوض معكم في مختلف القضايا ومنها حصار المدينة. أهل السلطان محمد مقتنع بما هو مكتوب؟ أعلم ليس السلطان محمد فقط، بل كل هؤلاء الجنود الذين تجمعوا أمام الأسوار. هكذا إذن أليكسي محمد لم يكبر بعد. لقد جاء آباء محمد وأجداده في الماضي ووقفوا أمام هذه الأسوار ولم يستطيعوا عبورها. تعتقدون أن هذه الأسوار العظيمة مثل سياج حديقتكم؟ أود أن أوضح لكم شيئا، وأجد نفسي مضطرا لتذكيركم بأمور مهمة. أولها أنه لم يقف أمام أسوار القسطنطينية من قبل مثل هذا الجيش العظيم، وثانيها أن القسطنطينية لم تصل إلى مثل هذا الضعف، كما أن مولاي السلطان محمدا واثق من أنكم لن تستطيعوا جمع أكثر من 10,000 جندي. وثالثها أن المدفع الذي امتلكته الدولة العثمانية يحتاج 50 زوجة من الثيران لجره وسحبه، وفي كل يوم يشاهده آلاف مؤلفة من أهل القسطنطينية. أعلم يا سيدي أن هذه الأسوار وحتى الجبال لا تستطيع الصمود أمام هذه المدافع. هكذا إذا محمود باشا، تعال أريك. تعال واقترب. هذه الخنادق التي تحيط بالقسطنطينية، هل تعرف كم عرضها يا محمود باشا؟ نعم يا سيدي الإمبراطور، عرضها 20 مترا. حسنا، وهل تعرف كم عمقها؟ ربما كان أخفض عمق هو 10 أمتار. وتعرف أن سماكة السور الخارجي 10 أمتار والداخلي 15 مترا؟ أنت تعرف أيضا مدى ارتفاع هذه الأسوار، أليس كذلك محمود باشا؟ هذا مفهوم يا سيدي الإمبراطور، ولا داعي لشرحه. بأي منطق فكرتم؟ على أي شيء اعتمدتم؟ 400 قطعة بحرية بالرغم من تغطية السلاسل لهذا المضيق. إن هذه السفن تواجدت في المضيق ليقوم العساكر باصطيادها كلها. ف...
في الحقيقة يا سيدي الإمبراطور، أنا لم آتي للحديث عن العساكر على ظهر السفن، ولا للحديث عن أولئك الذين يصطادون السمك في المضيق. ولماذا إذن أتيت يا محمود باشا؟ جئت لأقول بأن أهل القسطنطينية لا منجى لهم منا ولا مفر، وقد أردت أن أنبهكم إلى ذلك. إن التجهيزات العسكرية التي أنجزت منذ بناء أسوار الرومل وحتى يومنا هذا ليست عظيمة فحسب، بل هي فوق طاقة القسطنطينية، وأنا أعتقد أن السلطان محمد قد فعل ذلك إجلالا واحتراما للقسطنطينية. يا له من احترام! إذا كنتم تحبون القسطنطينية فأرجو أن تغمضوا أعينكم أمام هذه القوة العظيمة، وكونوا على يقين بأنه لن يصيب أهل القسطنطينية مقدار ذرة من ضرر، وأن السلطان محمدا مستعد للتفاوض وتقديم كل الضمانات التي تلزم لذلك، وإلا فالهجوم لا أريد أن أفكر بذلك، فإن القسطنطينية لا تستحق ذلك. سوف أذهب، لا ذنب لكم في أعناقنا، لقد نفذنا أوامر ديننا الحنيف وعرضنا عليكم السلم، لديكم مهلة للتفكير حتى صباح الغد، وإلا فسوف تسقط عليكم أول قذيفة عند شروق الشمس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اقذف بالمدفع نارا وبه حطم أسوارا، واهزم يا فاتح أشرارا كي يبدو الليل نهارا. اقذف بالمدفع نارا وبه حطم أسوارا، واهزم يا فاتح أشرارا كي يبدو الليل نهارا. بسم الله وعلى الله الاتكال، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. على بركة الله. اطلقوا المدافع. اقذف بالمدفع نارا وبه حطم أسوارا، واهزم يا فاتح أشرارا كي يبدو الليل نهارا. اقذف بالمدفع نارا وبه حطم أسوارا، واهزم يا فاتح أشرارا كي يبدو الليل نهارا. واستمر حصار القسطنطينية، فقد قرر السلطان محمد أن يقصف أسوارها بالمدافع ويضعف معنويات جنودها قبل اقتحامها.
عليك يا سانغوس باشا أن تحيط بالقلعة من هذا الطرف، كما وأنني أضع الخليج لغاية باب الحطب أمانة في عنقي. لا تدخل معهم أي معركة، بل دعهم بدون قتال. عليك أن تصنع لنا جسرا يقرب الخليج من الأسوار تحسبا للأخطار. يا سانغوس باشا، بإمكانك أن تتكلم، أنا أستمع إليك الآن. يا مولاي، مضت 6 أيام على قصف المدافع وتحطمت جميع الأسوار، لقد نفد صبرنا ونحن نريد أن نقتحم المدينة. كلا، يجب أن يستمر قصف المدافع 10 أيام كما قررنا، استعداداتنا لم تكتمل. مولاي السلطان، مولاي، جاءنا خبر بأن 3 سفن قادمة من بحر مرمرة تقترب الآن. إنها مساعدات، سنمنعها من الاقتراب من السلاسل. أيها القبطان، عجل بإيصال الخبر إلى سليمان أوغلو. فليتدبر أمرهم قبل أن يقتربوا أكثر من الخليج. ترى هل يفكرون بالتسلل من الشاطئ؟ يحتمل أن تكون خدعة. نعم، لكنهم ما زالوا يتقدمون. أنت دائما على حق يا سيدي. لنغلق الشاطئ. هيا يا رجال إلى اليمين، هيا يا رجال إلى اليمين. هيا الرياح الجنوبية التي كنت أريدها، هيا افتحوا كل الأشرعة. افتحوا الأشرعة، كل الأشرعة إلى أعلى. الآن جهزوا أنفسكم، سننفذ الخدعة. لفة المركب إلى البحر المفتوح، هيا. واللواء للأمام. انظروا، ها قد بدأوا يبتعدون الآن، إنهم خائفون خائفون. يستخدمون أشرعة ضخمة. لقد ازدادت سرعتهم أكثر. ما رأيك، هل تتمكن سفننا من إرغامهم على الاستسلام؟ لو توجهوا إلينا سوف يقعون حتما في أيدينا، أليس كذلك؟ ها قد تركوا الرياح خلفهم، إياكم أن يفلتوا منا. بعد قليل سندخل إلى الخليج، على الجميع الاستعداد. مرحى، ها قد جاء المدد أخيرا، مرحى للرجال. والآن وجهوا دفة المراكب إلى الخليج، إلى الخليج مباشرة. لقد فعلوا مثل ما فكرت تماما وانتهى كل شيء. أعتقد أنهم لن يستطيعوا اللحاق بهم نهائيا، ربما كانت هناك مجموعة تريد اللحاق بهم. أساطيلهم ضعيفة، حتى لو لحقوا بهم فلن يستطيعوا ذلك أبدا. والآن لم يبقى أمامنا
شيء. هيا تقدموا إلى الأمام يا رجال. ولكن ماذا يفعل هؤلاء؟ ألا يستطيعون الاستيلاء على هذه السفن الثلاث؟ بالتاوغلو! بالتاوغلو! لماذا توقفتم؟ أمسكوا بهم ولا تتركوهم! هيا تحركوا إلى الأمام! الإمبراطور يسأل هل أرخيتم السلاسل أم لا؟ نعم، لقد أرخينا السلاسل تماماً، كل شيء جاهز الآن. إذن استعدوا، تقترب السفن. يا إلهي، والآن أسرعوا، هيا شدوا السلاسل. ثلاث سفن يا سليمان بالتاوغلو عبرت إلى الجهة السفلى. لو أنك أمسكت بواحدة منها ماذا كنت ستفعل لو جاءت أساطيل؟ الريح الجنوبية، الريح الجنوبية، الريح الجنوبية. هل تعرف كم خسرنا بسبب هذه الرياح؟ لقد كان أهل القسطنطينية على وشك الاستسلام وقد ارتفعت معنوياتهم بفضلك أنت. لقد استطاعوا الصمود. اعلم أنني قد عزلتك وستحاكم لتقصيرك. سيد حمزة، أنت قبطان البحر الآن، لا أريد أي أخطاء في المستقبل. أما مهمتك الأولى فهي إيجاد طريق إلى السفن الثلاث المختبئة وراء هذه السلاسل والوصول إليها وإحراقها. أيها القادة، أليست هناك طريقة للتخلص من هذه السلاسل؟ من لديه طريقة فليتقدم. سيدي اسمعني جيدا، لابد أن تكون هذه الطريقة مبتكرة لم يسبق استخدامها، وما دمنا لا نستطيع إذن يتوجب علينا أن ندخل الخليج من الجهة الأخرى. اسمعوني الآن، إن الوقت ليس في صالحنا ولن نعطي العدو فرصة أخرى ليلتقط أنفاسه. سيد حمزة، لنبدأ الاستعداد فورا، وإذا لم تنجز العملية الليلة فلتكن غدا. وضع السلطان محمد خطة سجلها له التاريخ، واستطاع بها أن يشق ممرا فوق الجبل وأن يجر سفنه عبر هذا الممر فوق جذوع الأشجار التي طليت بالزيت. فلم يعد للسلاسل المعدنية التي صنعها جنود القسطنطينية أي أثر، فقد تجاوزتها سفن السلطان محمد. أحسنتم يا رجال، أحسنتم.
هذا الدخان؟ انتبهوا احذروا انتبهوا احذروا المسلمون قادمون. هذا الدخان يا إلهي ماذا؟ لقد أحرق المسلمون السفن. لقد دخل المسلمون الخليج. هل أحرقوا جميع السفن؟ لقد احترق نصفها. ولكن كيف استطاعوا أن يكسروا تلك السلاسل؟ ما زالت سليمة. وكيف عبر هؤلاء إلى الخليج؟ ربما قد يكون الشيطان ساعدهم في ذلك العبور. هل طار هؤلاء فوق السلاسل؟ انظروا هناك، لقد فرشوا ألواح الخشب على الشاطئ المقابل. تمزح؟ هل تعني أنهم قد تدحرجوا فوق اليابسة؟ احذروا، المسلمون يستعدون للهجوم عليكم. أيوا المدافع للرمي، فالأعداء قادمون. هيا أيها الأسود. الله أكبر والعزة لله. سيروا على بركة الله. الله أكبر الله أكبر نصر من الله أكبر العزة جولة من جولات هذه المعركة دون نتيجة، وظل السلطان محمد وجيشه يحاصرون القسطنطينية فيقاتلون نهارا ويرتاحون ليلا، حتى مضى على الحصار 53 يوما.
شيوخي الأفاضل، أيها السادة، أيها الجنود البواسل في هذه المعركة، أرجو أن تستمعوا إلي جيدا. لم أجمعكم هنا لمناقشة الأخطاء التي شاهدناها، بل جمعتكم لكي أقول لكم إننا بحاجة إلى كل شجاع شهم قوي العزيمة والإرادة، لأننا سنشن الهجوم الكاسح غدا إن شاء الله. أيها الجند الأقوياء، تعلمون أن المدينة التي نريد احتلالها قد أحاطت بأسوارها قلاع من الجبال، وهذا ليس بالأمر الهين. إن عبور الأسوار والتسلل من خلالها إلى المدينة هي أكبر عملية شاقة عليكم القيام بها. ويا سادتي، وبعد عبور الأسوار تنتظركم بلا شك مهالك ومخاطر كثيرة جدا. نحن لها. فبعد 53 يوما من الحصار طمرت خنادق هذه المدينة ودمرت قلعتها من جهاتها الثلاث. وقد وفرنا لكم سهلا بدلا من احتلال نصف هذه القلعة الصامدة التي استعصت على الأحصنة والعتاد، وحتى يومنا هذا كنا نقاتل نهارا ونرتاح ليلا. وإننا نسأل الله أن يمدنا بنصر من عنده وأن يمن علينا بالفتح المبين. أيها الجند، استعدوا، وعلى بركة الله ولإعلاء اسمه سيروا. غدا نبدأ القتال المستمر دون توقف، والذي ينهك منا يحل محله الآخر. أيها الجند، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ويقول تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. اعمل جيدا هناك، أسرع. يقول تعالى: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، أطلقوا المدافع. الله أكبر، على بركة الله، ابدأوا المسير. الله أكبر.
الجند اثبتوا لا تتراجعوا. الله أكبر، إنها الراية، انظروا أمطروهم بالسهام. هيا رجالنا فوق البرج، ساعدوهم أيها الرجال لنذهب في الحال. اسم ذلك الشجاع. إن حقق الحلم أرواحنا والدم تفديك يا علم ما أعرب الألم. إن حقق الحلم أرواحنا والدم تفديك يا علم. تم النصر بعون الله، الله أكبر. إلى أين تذهبون؟ أين لك الشكر يا رب العالمين. ومنذ تلك اللحظة سمي السلطان محمد الثاني بالفاتح، ودخل القسطنطينية في موكب رائع، فاستقبله أهلها بالأزهار والورود وأناشيد الفرح، فأعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم، وأصدر أوامره لجنوده بعدم الاعتداء على السكان. زار السلطان محمد الفاتح كنيسة آيا صوفيا، وأمر بأن يؤذن فيها بالصلاة وجعلها مسجدا جامعا للمسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وصلى فيها صلاة الشكر لله تعالى على هذا الفتح المبين. أمر السلطان محمد الفاتح بإعمار ما تهدم من أسوار القسطنطينية، ونظم أمور المسلمين والمسيحيين فيها. وجعلها عاصمة للخلافة العثمانية، وأطلق عليها اسم إسلامبول، أي مدينة الإسلام. فاتح يا كل أمانينا، فاتح يا لحن أغانينا، فاتح يا كل أمانينا، فاتح يا لحن أغانينا، أمنا وسلاما أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا، أمنا وسلاما أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا، أقدم 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 وانشر عدلك فينا. فاتح يا ذا
العقل الراجح في جيش جرار سابح فاتح يا ذا العقل الراجح في جيش جرار سابح خطط فكر أنت الرابع أقدم وانشر عدلك فينا أقدم 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 وانشر عدلك فينا خلصنا من ضمن قاع حقق آمال الأجيال